بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن نشوف إن شاء الله فورمولا فيدينجز، يعني شو هم أنواع الحليب اللي يستخدم للرضاعة. حكينا أفضل إشي للابن أو للطفل هو البريست فيدينج، لكن في بعض الأحيان بتكون الأم ما بتقدر ترضع الطفل إذا كان في كونترا إنديكيشن مثلا، أو إذا الطفل عنده حساسية مثلا من حليب الأم بصير أحيانا، أو إذا عنده بعض المشاكل. المهم، infant formulas, formula feeding is used to substitute for or to supplement breast milk. يعني إما للسبلمنت أو إنه خلينا نحكي استبدال للبريست ميلك. Most commercial formulas are cow milk based. كلهم طبعا خلينا نحكي cow milk based، واضح؟ حليب البقر يعني، لكن modified. Modification بصير عليه حتى إنه يصير contain 20 calories بالأونس زي حليب الأم، وحتى يحطوا فيه شوكر نفس الأم، ويحطوا فيه فيتامينز وما بعرف إيش. لكن في أشياء إلى الآن مش معروفة بحليب الأم، فكيف بدهم يعوضوها؟ سبيشاليتي فورمولاز، في عندك أكثر من نوع من الفورمولا. في عندك الصوي فورمولا، إذا كان عند الطفل بروتين أليرجي من الأم راح يكون عنده برضه كمان بروتين أليرجي أحيانا من البقر، فبالتالي بيستخدموا له صوي فورمولا. في عندك لاكتوز فري، إذا كان الطفل عنده اي لاكتيزي مثلا، او عنده مشاكل باللاكتوز، او اذا صار في عنده انفلاميشن، لانه بتتذكروا حكينا بالجي اي، اذا الطفل صار عنده انفلاميشن اللاكتيز انزيم الموجود بالبرش بوردرز بالانتستين راح يصير له سلافنج، وبالتالي الطفل ما راح يقدر يهضم اللاكتوز، ماشي؟ فبالتالي الطفل يصير في عنده انتفاخات، كل فتره انتفاخات. فبنستخدم فتره معينه قصيره جدا حليب لاكتوز فري لحتى ترجع البرش بوردرز تبني، ويرجع الانزيم يتكون على البرش بوردرز وتصير امور احسن. في عندك كمان للبريماتشور في فورمولا بيكون غنيه بالفيتامين اي مثلا، وفي اليمنتال. في برضه كمان بعض الاطفال بتحسسوا من البروتين، من البروتين، فبالتالي في شيء اسمه اتش اي فورمولا اللي هو هايبو اليرجيك فورمولا، فهون اذا عندهم حساسيه من البروتين على هاي الفورمولا راح تكون افضل. إذا كان عندهم حساسية بروتين وأعطيتهم HA فورمولا وظل عندهم بروتين أليرجي، وهون أنت بدك تعطيهم حليب ما فيه بروتين، فيه إيش؟ شو أصلا البروتين بتكسر لإيش؟ لأمينو أسيدز، فبالتالي تعطيهم فورمولا اسمها هايدرولايزد فورمولا، هاي عبارة عن أمينو أسيدز مكسرة، فبالتالي ما راح يصير في عنده أليرجي، ماشي؟ طبعا موديفايد تو ميت سبيسيفيك نيدز، كل واحد منهم له قضية. Don't give infant cow milk prior to 1 year old. شوف، هسه انك تعطيه فورمولا سيء، وانك تعطيه حليب بقر يعني حليب نيد والعادي هذا تبع الكبار اسوأ واسوأ. ليش؟ لانه الكاو ميلك انت قاعد تعطيه كاو ميلك بدون موديفيكيشن على بروتينز وبدون شيء، فشيء كثير اكيد انه الطفل راح يصير عنده كاو ميلك بروتين اليرجي، واضح؟ هسه اذا صار عند الطفل كاو ميلك بروتين اليرجي راح يصير في عنده من الاليرجي، راح يصير في عنده سلافنج ده الميوكوزا الموجود عنده بالانتستين، وشويه بليدنج. طول ما بيشرب حليب كاو ميلك بيكون بصير في عنده شويه بليدنج. لا، ما حدا بيشوف البليدنج على السور لانه قليل، لكن نفس الوقت في بليدنج على فتره طويله، راح يدخل الطفل يكون دمه كثير نازل وعنده ايرون ديفشنسي انيميا، تمام؟ غير طبعا انه الكاو ميلك حكينا فيه نسبه ايرون قليله جدا، فبالتالي الكاو ميلك راح يكون راح يعمل لي كمان ايرون ديفشنسي انيميا بدون هالواسطه. وبالتالي قبل عمر سنه لا تعطي كاو ميلك نهائيا قبل سنه، واضح؟ الان طيب لو اعطيت انا مش حليب بقر، لو اعطيت حليب غنم او جوت ميلك او شيب ميلك، واضح؟ لو اعطيت جوت ميلك انت بصير في عند الطفل ايش؟ فوليك اسيد ديفشنسي انيميا، ماشي؟ فوليت انيميا بصير في عنده. اذا حليب البقر ايرون ديفشنسي انيميا، وحليب الجوتس راح يصير في عنده فوليت انيميا او ميجالوبلاستيك انيميا. الان ادفانس فيدنج ستيب وايز اديشن اوف فود، حكينا متى بتصير تدخل الفود، حكينا على 6 اشهر تقريبا، وحكينا بتدخل نوع واحد نيو فود افري 3 تو 4 دايز، حتى تعرف انه اذا صار عنده اليرجي بيكون اليرجي من الفود هذا فبتبدله الى فود ثاني. الان بالنسبه للسوليدز، انت هون السوليد انت بتدخل ايرون فورتيفايد سيريالز اونلي ات 4 تو 6 مانس، بتصير تدخل
الاكل الجديد، وغالبا ايش يصير، يصير خلينا نحكي انك تعطي مثلا سيريلاك والشغلات الثانيه. هسه ممكن انك تدخل كمان بعض الشغلات الثانيه زي الفواكه المهروسه، بطاطا مهروسه، الفروت، التفاح مثلا، الشغلات الثانيه مهروسه طبعا اكيد. بعدين شوي شوي تصير ايش، انت تدخل الدايريز زي زي اللبن وغيرها. بعدين الميتس طبعا شوي 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 شوي، ستيج 1 اند ستيج 2، يعني شوي شوي بتبلش الامور. طبعا هاي الاشياء بتدخلها من 6 الى 9 شهور، لكن من 6 من على اول ما تدخل انت هاي بدك تدخل سيريلاك فتره، بعدين بتصير تدخل هاي الفودز شوي شوي، مش كله مع بعضه، واضح؟ لانه بتخاف يصير في عند الطفل انتسبشن بعد فتره من تهيج الامعاء ومن مشاكل الامعاء او اي شيء ثاني ممكن يصير. الان هون الفودز اللي انا لازم ادخلها تيبل فود ات 9 تو 12 مانثس، ات 9 تو 12 مانثس، يعني هون المقصود انه الطبخ اللي يعني الاكل اللي انت بتاكله منسف مقلوب والشغلات هاي بصير الطعميه من 9 ل 12 شهر مش من اولها، تمام؟ هاي تيبل فود يعني الاكل اللي انت بتاكله. تمام. الان فود بيتر سيف فور يير 2 يير اولد، يعني لازم ما ترد ما تعطي للطفل هاي الاكلات الا بعد سنتين. حكينا واحد منهم الكاو ميلك، حكينا سنه او ممكن كمان سنتين. الان ايج وايتس، لانه هون بحكي لك زلال البيض، يعني زلال البيض ممكن يعمل لك اليرجي، بالتالي لازم ما تخليه قبل سنتين ياكل البيض. شوكليت نفس الشيء بيعمل عندهم مشاكل. سيترس اللي هم الحمضيات، فيش لانه في برضه في بكتيريا بالفيش ممكن يصير في عندك كان اليرجي. الويت برودكتس يعني الخبز والشغلات هاي، لانه الخبز والشغلات هاي ممكن تعمل لك سيليك ديزيز، والناتس المكسرات كثير في ناس كمان بتحسس من المكسرات، فبالتالي هاي كلها الاشياء لازم ما تعطيها الا بعد عمر سنتين. الان نو هاني، نو هاني ان ذا فيرست يير اوف لايف، دائما وابدا دير بالك الام تعطي ابنها عسل، دائما الام احكي لها لا تعطي ابنك عسل، دير بالك الا لحتى بعد ما يصير عمره سنه او اكثر. ليش؟ لان العسل احيانا بيكون فيه السبورز بتاعت الكلستريديوم بوتيوليزم، فبالتالي ممكن يصير عند الطفل انفانت بوتيوليزم، والبوتيوليزم انتم عارفينه بصير عنده باراليسيز للطفل، بس مش اسندنج مش اسندنج باراليسيز زي الجوليان باري سيندروم، لا هون ديسندنج باراليسيز من فوق لتحت يصير عنده باراليسيز، لحتى يصير باراليسيز الديفرام ممكن يموت الطفل، واضح؟ فهي انفانت بوتيوليزم. طبعا الاي كان بتكون عندك بدك تشوف الاي بيوبل، انه البيوبل راح تكون عندك دايليتد او كونستريكتد، بالتالي راح تعرف انه في عنده مثلا بوتيوليزم ولا ما عنده بوتيوليزم. طبعا هون بيكون البيوبل دايليتد وان رياكتف، يعني اما دايليتد واما ان رياكتف، بيكون الطفل يا دوب مش قادر يتنفس، يا دوب مش قادر يتحرك، وفلوبي بيبي، فلوبي يعني تيجي تمسك الطفل يعني كانك ماسك شريطه، والله فلوبي بيبي، فكثير سيء، ويؤدي الى الطفل انه خلاص الدايفرام يصير له باراليسيز ويتوفى، فخطير جدا. فهذا عشان هيك الهاني دير بالك انه يكون في هاني خلال اول سنه نهائيه. هذا بالنسبه للسوليد والفورمولاز، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم ديسوردر اوف جروث. الحمد لله رب العالمين على نعمه الصحه، والله يشافي كل مريض، والحمد لله على النعم اللي احنا ناكل ونشرب ولا بنسال، الحمد لله هي نعمه، يعني في ناس غيرك ما بيقدر ياكل ونشرب. فسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.